بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونبرأ إليك من علمنا ومن عملنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين. بتوفيق الله نحن لا نزال في بحث التجلي من تجلي الله عز وجل. قوله سبحانه وتعالى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. للتجلي أنوار عدة وصفات عدة، من علم وعرف هذه الأنواع سلك مسلك التجلي الحق، ومن غابت عنه فيجب أن يرجع إلى المعلم والمؤدب. فهناك أنوار نسعى بها، نسعى بهذه الأنوار فيحصل النشاط بالله، ينشط إلى العبادة بنور الله، ينشط إلى العبادة بحب الله سبحانه وتعالى. هذه الأنوار نسعى بها، ومنها أنوار تسعى إليها، بين السعي بها بين السعي إليها في فرق كبير، وهذا يسموه الأنس بالله سبحانه وتعالى أو الطمأنينة بالله سبحانه. ومنها أنوار تسعى بين أيدينا ومن خلفنا، وهي أنوار ما يتقرب به العبد إلى الله من طاعة أو ذكر أو توجه، ويعمل بهذا النور، يعمل بهذا النور من يقتدي بالعارفين ويقتدي بأعمالهم. ومنها أنوار تكون عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن ورائنا ومن فوقنا ومن تحتنا، وهي أنوار الخشية والمراقبة، تكون مع المريد السالك في خشيته ومراقبته، فهو يمشي بين الأنوار دائما، كما كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، صلى الله عليك يا رسول الله، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا، صلى الله عليك يا رسول الله. ما ترك مدخلا أو منفسا إلا وذكر فيه أن يكون له النور. فالإنسان له كمجهة،
له 6 وجهات، يمين ويسار وأمام ووراء وفوق وتحت، 6. وله من الحواس السمع والبصر واللسان، فهذول 3 و6 صاروا 9. ذكر رقم 9 في القرآن للأشرار، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فمن أدرك هؤلاء 9 بنور الله كان من المصلحين ولا فساد فيه، ينقلب من الفساد إلى الصلاح. فالتجلي إذن تجلي الحق ما كان سببا لإدراك النفس، تدرك نفسك من أنت، هذا التجلي الحق. التجلي الحق أن تدرك نفسك من أنت. كل واحد بفكر على مرأة، من أنت بين يدي الله؟ هذا المراد. من أنت بالنسبة لنعم الله؟ من أنت بالنسبة لإنعام الله وفضل الله عليك؟ فتجد أنك لا شيء. فإذا ثنيت عن نفسك ظهر لك التجلي، لأن الإنسان قبل التجلي يكون في ظلمة، قبل التجلي يكون في حالة ظلمة دائمة، وهي ظلمة العدم. ظلمة العدم، الإنسان في عدم، ما في له وجود. يعني وجودك اللي أنت الآن شايفه هو وجود ظلمة، عدم. أنت الآن موجود لكنك على طريق العدم تسير، وإلى العدم تسير، فأنت في ظلمة العدم. فإذا حصل لك تجلي نقلك الله إلى نور الحق، من ظلمة العدم إلى نور الحق الذي هو نور السماوات والأرض. عندها فرت منك تلك الظلمة، الظلمة اللي أنت كنت عايشها، ظلمة العدم، فرت منك وبدأت حياتك بالله، بدأت حياتك بالله ولله وعلى الله. توكل على الله وبالله تتوجه إليه، ولله ليس لك حظ نفس. هذا التجلي. ولما بيشهد نفس الإنسان على حقيقتها في العلم الأزلي، من أنت بالنسبة للوجود؟ هل لك وجود بين يدي الموجود أم أنت فاني بين يدي الباقي؟ المؤمن يرى نفسه فانيا في حضرة الباقي، أما غير المؤمن يجد أن له نفسا وله وجود. قول نحن موجودين، نحن هون عنا، نعمل كذا، نسوي كذا، هذا الغافل عن الله. أما المؤمن يجد أنه فاني والله يتصرف به كما يشاء. هي حالة من حالات الذكر بتكون للإنسان. فالتجلي بفضل الله عز وجل له عدة أنواع، كل إنسان له تجلي يتناسب معه، ما كل الخلق تجليهم واحد. في تجلي المحبين، في تجلي الصادقين، في تجلي المخلصين، في تجلي المقربين، في تجلي أهل الأنس، في تجلي أهل الفضل، كل واحد له تجلي. فالتجليات على حسب حال الأخ. لما بيكون التجلي عن طريق الإلهام، إذا تجلى الله لك عن طريق الإلهام فألهمك إلهاما في قلبك، هذه حالة أهل الابتداء،
مبتدئ يتجلى الله له بالإلهام. هذا لا يجوز أن يعمل بهذا التجلي ما لم يعرضه على شرع الله، فإن وافق الشرع عمل به، وإن لم يوافق الشرع تركه. إن وجد له شواهد من الكتاب والسنة يعمل به ويصل إلى الإلهام الحق. أما إذا لم يجد له من السنة أو من الشريعة من القرآن ما وجد له شيء فليعرض عنه، فإنه إلهام خيال. يعرض عنه لكن شرط عدم الإنكار. ليش هيك؟ ليش صار ما هيك؟ ليش ما طلع مظبوط؟ ليش؟ فلا تنكر، لأن الفعال فيك هو الله. الذاكر إخواني له حال. لما بقول لكم اذكروا الله حتى يكون معكم الحال، لما بتذكر اسم الله وتلازم على اسم الله 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 تفنى عن وجودك باسم الله. صار انت ما تتصرف بنفسك، صار تصرف بيد الله عز وجل. انت قريب منه وجليس له ومحب له، فهو الذي يتصرف فيك، فتصرفك بيطلع كله كمال. لو كان في نظر الخلق خطأ فيكون هو الكمال. لذلك أحباب الله بعض أوقات بيتصرفوا تصرفات الناس بتشوفها خطأ بيطلع هي الصواب، فيقال أن خطأه بالله صواب، أما صوابك بنفسك خطأ. صوابك بنفسك خطأ، وخطأك بالله صواب. انت بنفسك نفس فيها ظلمة، تميل إلى الهوى، تميل إلى الغير، فلذلك بيطلع فيها خطأ. أما الذاكر فني عن نفسه بربه فيرى التجلي كاملا بفضل الله عز وجل، فلو أخطأ ظاهرا فيكون كمالا باطنا. خطأه الظاهر هو كمال، وكمال النفس هو الخطأ. فهذا طريق الإلهام. وهناك تجلي خيال، يتخيل هذا التجلي، وما أكثره في أهل الطريق. تجلي الخيال هذا يدركه أصحاب الهمم، صاحب الهمة والعزيمة والذكر واللي عم يشتغل تمام بيصير معه هذا التجلي. يتخيل لقاء الأرواح، يتخيل حال الطيران، شوف حاله طائر، يتخيل أنه يمشي على وجه الماء. هذا تخيل يحصل مع الذاكر ومع السالكين. هذا استعداد دليل على أن له استعداد روحي. الاستعداد الروحي إذا استطاع أن يديم الذكر ويصدق بالتوجه تحقق له خياله، أما إذا أهمل ضاع منه هذا الخيال. فهذا الخيال لأصحاب الهمم، يرى نفسه بعض أوقات طاير عم يطير. شو الطيران؟ واحد بيطير شايف حاله عم يطير. هي همة الروح القوية أنها مهما حصل أمامها عقد تنحل العقد بفضل الله عز وجل. هذا تخيل خيالي. فهذا المتخيل إن استقام على الذكر ولازم بفضل الله على همته ارتقى وأدرك الذوق، وإلا رجع إلى الخيال في خيال، فتكون كل ما رآه خيال لا يتعدى
خيال مثل المنام، شاف منام وانتهى. فما انه من اصحاب الهمام اصحاب العزائم وعنده هالهمه هي، هذا حال روحي. اهل الذكر بصير معهم هذا الحال، مره بشوف حاله طاير، مره بشوف حاله ماشي على وجه الماء. فلذلك الحال اذا صار مع المريد هذا حال اللي عرضه على الكتاب والسنه. هالحال هذا اذا استقام عليه تحقق فيه، والا فهو خيال. هناك تجلي احسان، الله يتجلى على بعض المريدين بعض الذاكرين بتجلي احسان. تجلي الاحسان يقذف الله في قلب الذاكر قذفا نورانيا يشعر به المريد بحال قرب وتداني. يكون عم بيذكر لما يقذف هذا النور في القلب بيشعر أنه مع الله قريب، بينه وبين الله ما في ولا دقيقة. هكذا يشعر المريد الذاكر. وثمرة هذا التجلي يحصل المريد بذكره على هيبة، هيبة بتأشعر البدن ورهبة أو بأنس وجمال. فهذا التجلي ممكن أن يعطي هذه وممكن أن يعطي هذه، فمرة إجلالا وهيبة ومرة أنسا وجمالا. هذا الذاكر هو عم يذكر قذف النور في قلبه فبيشعر هيبة الله بيقشعر جلده. وهذا ما أراده الله في القرآن. الله عز وجل قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. بالذكر تلين القلوب إلى ذكر الله. هذا الذاكر حصل على جلال وهيبة، هذا الجلال والهيبة بيوقع في القلب الرهبة، مش بيخاف من الله عز وجل، لا خوف تعذيب لا خوف الانتقام بل خوف الحياء، يخاف من الله أن يراه على خطيئة، يخاف أن يراه الله على نقص، يخاف أن يراه الله على غفلة. لذلك دائما حاضر. ثم ينقلب هذا التجلي إلى تجلي أنس وتجلي جمال. تجلي الأنس بينشرح الصدر ويشعر بقربه من الله عز وجل وكأن الله بشره بمغفرة ورحمة، دائما في حالة فرح سرور بسط. شو صاير حاسس بإلهام شيء أن الله عز وجل قبل طاعته غفر زلته رفع درجته بشره بالمغفرة بشره. هذا أنس، فبيسبق هذا الأنس مقام الرهبة والخوف، ثم يأتي مقام الأنس ومقام الجمال. فهذا كمان تجلي. يمكن بعض الذاكرين يمكن ما فهم مثل هالشيء ولا مر معه، ولازم بدها ذكر، بدك تذكر حتى يحصل معك هذا الحال. بعض اوقات الذاكر، وهذا الله اكرم فيه بفضل الله بالطريق في الذكر، بيمتلئ هيبة من الله فبيبكي، يكثر بكاؤه، وكثرة البكاء هذا زخر للإنسان المؤمن، دمعة قد راس الدباني من خشية الله حرمت صاحبها على نار جهنم، صار محرم على النار، أخذ سكرته من الله حرام على النار. عين بكت في من خشية الله
لا تمسها النار. ففي الذكر هنا عم بيذكر بصير معه هالحال فيبكي. بعد البكاء بصير معه هيبة، جلال، خوف أن يراه الله على خطيئة. ثم بعد ذلك ينقلب إلى إحسان وإلى جمال، أنس وجمال، يشعر بأن الله عز وجل أكرمه. مع هذا يتغلب دائما الخوف على الأنس. حال الذاكر دائما يتغلب الخوف على الأنس. السبب، إذا تغلب الخوف على الأنس فأنت على استقامة وصلاح. أما إذا تغلب الأنس على الخوف فأنت على خطر، لأن الخوف يلزمك الاستقامة، والفرح دائما يلزمك الميل، والفرح بعملك ونفسك، وهذا الفرح مذموم في الإسلام. فلذلك إذا لزمه المراقبة والخوف والجلال فأنت على كمال واستقامة. يأتي أوقات الأنس بالله، أوقات الجمال، تأتي أوقات ثم يعود فيغلب حال الجلال على نفسه. هذا يبني الطريق المستقيم. واحد فرح، إن الله لا يحب الفريحين. تفرح بعملك، تفرح بطاعتك، تفرح إنه الله غفر لك، الله ما لا يعني. هل علم النبي أن الله غفر له لما أنزل عليه القرآن ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لكن هل اعتمد النبي على هذه الآية؟ قام الليل حتى انتفخت أقدامه وقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فما بصير تعتمد على الفرح، ما بصير تعتمد على الأنس، ما بصير تعتمد على التجلي أنه الله غفر لي والله أنا فتح علي والله لا يبني. لو صار معك بدك تزيد خوف. كل ما كان يا ابني التوب أبيض أكثر كل ما بتأثر عليه الشحارة، نقطة شحارة بتأثر عليه. أما توب أسود، توب ما كان نسيان، شحارة بتأثر عليه. لو فات عصوبية وطلع ما بتأثر عليك، لأنه كله شحم. فاللي توبه أبيض بلاحظ على نقاء التوب، بيتم دائما في صفاء، في حالة قرب حتى لا يتزل به القدم. هذا تجلي الإحسان. في تجلي الأفعال وفي تجلي الصفات. الله عز وجل من أسمائه، أسماء الأفعال، من أسماء أفعال الصفات. الخالق من أسماء الأفعال، الرازق من أسماء الأفعال، المعطي من أسماء الأفعال، المانع من أسماء الأفعال. أما من أسماء الذات الواحد، الأحد، الفرد، الصمد، أي من أسماء الذات. فهذه لها تجلي وهذه لها تجلي، كل واحدة إلها سبب، إلها أثر. أما تجلي الأفعال فيحدث مع الذاكر الصفو والتسليم، يسلم. الله تجلى عليك بتجلي المنع، المانع، منعك الفتح، منعك العطاء، منعك الخير، منع. هذا تجلي فعل. فما هو حالك مع هذا التجلي؟ المؤمن إذا صابه التجلي يسلم، مستسلم لله. أنا عبد، من أعطاني فضل ومن منعني كرم منه، لأن عطاء الله عطاء ومنع الله
عطاء. منعه الله عطاء، منعك ليغفر لك، منعك ليرفع مقامك، عطاء. هذا التجلي. فدائما يكون المؤمن في حال تجلي الفعل في حال التسليم، يسلم ويرضى عن الله عز وجل. هذا الرضا مقام، أرقى مقام في الولاية. الرضا عن الله والتسليم أرقى مقام في الولاية. لذلك أهل الذكر دائما تشوفه يقول لك أخي هيك أراد، هيك بده، رضيانين الحمد لله. طيب واحد أصيب الحمد لله، الحمد لله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لله الأمر من قبل ومن بعد، أنا ما بملك شيء. هذا تجلي. إذا الله عز وجل تجلى على الإنسان بهذا التجلي، هذا اسمه تجلي أفعال. الله تجلى عليك باسم الفعال، الفعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد، ولا معقب لحكمه. ما واحد يقول ليش، راضي عن الله فيما قضى. لماذا هذا التجلي؟ ليش الله بتجلى على الإنسان بأسماء الأفعال؟ ليظهر للخلق مقام هذا الإنسان، ليظهر للعباد وللملائكة ما هي درجة هذا العبد عند الله عز وجل. يذكر عن بعض العارفين بالله رضي الله عنهم، كان مارا في الطريق فرأى رجلا عن مزبلة، كان اللي يصيبه مرض الجزام كان يلحشوه عن مزابل، يرموه عن مزبلة ما حدا يقرب عليه لأنه مرض معدي، ما كان فيها المستشفيات، يرموه عن مزبلة. فرجل مبتلى بالجزام، مرض الجزام مرض الآكل بيسموه العوام، يأكل اللحم والعظم، بهر عضو بهر منه، مع الآلام مع الأوجاع لحشوا عن مزبلة. فقاعد عن مزبلة رافع إجرتينه، حاطط راسه بين إجرتينه، عم يذكر الله ويسبح. مرد هذا الولي الصالح من أمامه، شاف الأولاد بالنقيفة عم يضربون بالبحص، ما عم يتحرك، والزلائط والدبابير عليه عم يأكلوا من لحمه، ما عم يتحرك. فإجا طرد الأولاد وتقرب إليه وقال له يا عم قل آمين أدعو لك بالشفاء، قل آمين. فبدل ما يقول آمين رفع رأسه وقال يا رب بأي ذنب سلطت علي هذا المعترض، أنا رضيان منك جاي هذا يعترض أنه بدي أدعي لك الله يشفيه. قال له يا عمي والله ما معترض، أنا ما عم بعترض، لكن شفيت عليك حابب أدعي لك أنه الله يشفيك، ودعاء مستجاب الله بيشفيك. فالتفت إليه وقال يا عم لنهش الذنابير، دبابير، لنهش الذنابير في الأبدان أحب إلي من شهوة الرمان. هذا الولي الصالح معاهد الله ما يكون رمانه. فاشتهت نفسه الرمان، دخل على البستان، أول رمانة طلعت حامضة، ثاني رمانة طلعت حامضة، ثالث رمانة طلعت حامضة، فترك ومشي. الله ما بده يعني أكل رمان، فقال له لنهش الزنابير في الأبدان
أحب إلي من شهوة الرمان. أنت بيا الشهوة هي غفلت عن الله، غفلت عن الله مشان شهوة رماني. خلي الأمن دبابير عم تاكل من لحمي وأنا مع الله. فعرف أنه هذا الرجل المبتلى أرقى درجة منه، ترك مشي مشي شوي فرأى خوارني رايحين على الكنيسة لابسين الدهر لابسين، فقال يا رب تباركت وتعاليت، عبدك المقرب إليك دبابير وأولاد عن مزبلي وهدول الكفرة الذهب وكذا. فأجت طيارة عن الناس طاع، أيها المعترض. هذاك قال له، لا تعترض أيها المعترض، أحبابي أفعل بهم ما أشاء. فرجع لعن ذلك الصالح، رجع قال له سامحني ودعيني. قال له يا فلان، ذكر له اسمه، والله لو قطعني إربا إربا فرم لحمي ما ازددت فيه إلا حبا. لو قطعني فرم لحمي ما ازددت فيه إلا حبا. فهو الفعال لما يشاء فليفعل به ما أراد. مين طلع حاله أكثر؟ ذلك الولي ولا هذا المريض؟ فهي ابني التجلي أن ترضى عن الله. بلاء مصائب ألف الحمد لله على كل حال، هذا تجلي الأفعال. وأما تجلي الصفات، الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، هي صفات تجلي، فيتجلى الله بالصفات على المؤمن. فتجلي الصفات تثمر في الذاكر الهيبة والأنس، هيبة وأنس، بيكون تجلي الله تجلى عليه بصفاته. من صفات الله عز وجل الباسط القابض، فمرة يتجلى بالقبض ومرة يتجلى بالبسط، ومرة يتجلى عليك بالقدوس ومرة يتجلى عليك بالملك. فالله يفعل ما يشاء، بس أنت إذا كنت محب ومؤمن اذكر لتكون أهلا لهذا التجلي، تتعلق عندك. إذا كنت صادق اذكر حتى تكون أهل لهذا التجلي، تجلي موجود. والله لا يقطع تجليه عن عباده طرفة عين، لكن من ينال؟ الخبز موجود عند الخباز، لكن مين اللي بياخده؟ يلي بيروح على الفرن وبيدفع قيمته. تدفع قيمته بتاخد الربطة، ما دفعت قيمته ما بتاخد. فأكل موجود تدفع قيمته، روح تدفع قيمته بتاخده. تجلي موجود، عود اذكر الله تدفع قيمته تاخد التجلي. فهو التجلي إذا حصل مع إنسان، لا تظنوا أن هذا التجلي الإنسان لازم يعلن فيه، هذا سر بينك وبين الله لا يعلمه إلا الله. أما واحد يقول له والله صار معي كذا وصار معي تجلي كذا وصار معي تجلي كذا، هذا كل سر أذعته فقدته، كل سر أذعته فقدته. الأسرار لا تجاع، وعند أهل الله رضوان الله عليهم من باح بالسر كان القتل شيمته، لأنه هذا سر بينك وبينه خاص، الله تجلى عليك. ترد تقول لفلان أنه والله صار معي كذا وصار معي كذا، شو انتفعت لما حكيت له؟ ما انتفعت، ضريته.
ضريته. بعض الاخوان بيخي بعض الاحوال تبعه في حالة الذكر، والله انا صار معي كذا صار معي كذا، بكون بعض الاخوان بقول انا والله ما صار معي، شو انا ما نفعان ذكري ولا انا مالي نفعان ولا، فاتهم نفسه بقول اخي والله انا ماني عم بتفع بالذكر، ترك الذكر. مين سبب ترك الذكر؟ يلي ذكر له الحال، حال بينك وبين الله ما حدا بيدرى فيه ولا يطلع عليه احد. دائما خلي حالك مع الله عز وجل، اما ان تذكر مع هذا وتذكر مع هذا فهذا يوقع الانسان في حرج كبير، واذا ما في عنايه الهيه نسال الله اللطف. التجلي الاكمل تجلي الذات، تجلي الصفات وتجلي الافعال وتجلي الذات. تجلي الذات يعطي المريد مقام البقاء بعد الفناء. هذا يعتبر من الجوهر الفريد النادر، هذا لا يدركه إلا أهل القرب إلى الله، أهل المعرفة بالله يدرك هذا التجلي. إذا ما كان كاملا مكملا ما بيحصل على التجلي. تجلي الذات يعطيك مقام البقاء بعد الفناء، تجري على مقام الفناء، فناء نفسك عن نفسك، فتفنى عن أعمالك وعن نفسك وعن طاعاتك. عم تصلي لولا والله ما عم صلي ولا عم صوم، ما جيت من الحج لا ما كنت بالحج، قال له ما أنا، هو ناداني وهو أعطاني وهو وفقني وهو ألهمني، أما أنا ما في عندي شيء. فني عن أعماله وفني عن طاعته فيبقى بالله، هو الأول والآخر، هو الأول وهو الآخر، أما أنا ما في عندي شيء. والله عندك كذا فتنسى كذا صار كذا، فعل فعل الله. يفنى عن وجودي، هذا تجلي الذات، وهذا من النادر أن يكون إلا لبعض الرجال العارفين الذين تذوقوا حلاوة التجلي، وكان بينهم وبين الله هذا السر الخاص فيما بينهم وبين الله. ممكن يصير للأحباب، نعم ممكن بيبدأ تجلي الأفعال ثم يأتيك تجلي الصفات ثم تنتقل إلى تجلي الذات، وهذا المراد في طريق الذكر، أن تذكر الله بالله لله، أن تذكر الله بالله لله. كيف تذكر الله بالله؟ بمعونة الله عم تذكر، مو بنفسك، عم تذكر بمعونة الله، عم تذكر بتوفيق الله، عم تذكر بفضل الله ولله. لا نور لا للأنوار لا تجليات ولا فتح ولا عطاء، إنما تذكر لله فقط، حبا في الله تقربا إلى الله، هذا الذكر. الأخوان لما بيذكر، هذا عم يذكر بده يشوف الأنوار، وهذا عم يذكر بده يشوف تجليات، وهذا عم يذكر بده يشوف. يا ابني أنت مشرك في ذكرك، هذا شرك في الذكر. الذاكر يذكر الله لله، لا يذكر الله لحاجة ولا لغاية ولا لطلب ولا، يعني مثل الطلاب عند الفحص بيقعد بيقرأ قرآن بيقوم بيصلي مشان الله يفتح عليه مشان ينجح، هذا مشرك، هذا ما صلى لله، هذا صلى مشان النجاح، لما نجح تميت أصلي حتى حصلي، لما حصلي بطلت أصلي، هذا مشرك. لازم يجدد إيمانه. إن ذكرت فلله، وإن قرأت القرآن فلله، وإن صليت فلله،
لك أن تتجه إلى الله وتعمل بقول الله عز وجل: واذكر ربك إذا نسيت. واذكر ربك إذا نسيت، نسيت نفسك من الوجود، فاذكر ربك ذكر الحضور، تحضر مع الله نسيان نفسك. لذلك تذاكر قاعد مرة على اليمين مرة على الشمال مرة بغير قعدته، لما بتكون يا ابني ما الله بتنسى حالك، تقعد 8 ساعات على ركبات ما بتحس بتعب. هذا يا ابني الذكر لما بتكون بالله، لما بتكون بالله تنسى وجودك. اما مره عم يلتفت مره عم يشغل مره عم يفتح عيونه ومره عم يغمض وقدي صار الساعه وقدي، هذا نسماه ما ذكر. هذا الذاكر لله هو الذي ينسى وجوده في ذكره. الله عز وجل يتقبل منا ويتقبل منكم. كانت ايام تمر علينا بفضل الله عز وجل من تفضل الله علينا، كان من ساعات هذا لما كان ضعف الذكر، لما ضعف الذكر صارت من ساعات. والله يا ابني قعدة واحدة، قعدة واحدة على الركب ما في يتلفت يمين او شمال، قعدة واحدة من ساعات، قعدة واحدة إمام. بعد منا ما هو بده يفز الواحد، ما بقى يحسن يمشي، اجري خضراني ما خضراني، يقعد مد اجري 10 دقائق سار الدم بيفز بيمشي. اما تعبت بالقعدة لا، ما في تعب، في لذة من ساعات، متلذذ متلذذ مع الله. فهذا الذكر، فالواحد ممكن يمسك مسبحة بذكر 10 دقائق بيفتح عيونه فيها 10 مرات. مرة طلعت مع الإخوان على غار حراء مدرسة النبوة صلى الله عليه وسلم، نص ساعة 2 ساعة وصلنا لفوق. قلنا الإخوان يا ابني شوفوا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجي من مكة إلى الغار مشي، يحمل كم تمرة تحت باطه ويطلع على المغار، يقعد 4-5 أيام 8 أيام حتى يخلصوا التمرات يرجع يجيب التمرات كم قدن ويرجع. قلت له قديش النبي كان يتغلب ويطلع؟ أنتم الواحد منكم بيمسك مسبحة بيذكر ربع ساعة بده ياخذ الأنوار والتجليات هاي رسول الله شوف عم يمشي 7 كيلومتر روحه و 7 كيلومتر رجع مشان يجيب 7 تمرات يحطهم تحت باطه ويطلع. كل يوم عم ياكل تمره صلى الله عليه وسلم. هيك اجت النبوه، مع انه نبوه نحن مهما عملنا ما بتصيب، ما في نبوه. ولم تكن نبوه مكتسبه ولو على في الخير اعلى طبقه، نبوة ما بتصير، لكن أقل ما يكون أدرك قربك إلى الله. ليل ونهار قاعد بهالغار عنده شوية مي وخم 7 تمرات على 7-8 أيام عم يأكلهم على شوية مي، يرجع يجيب شوية مي شوية تمر. هذا الفتح يا ابني، بدك تتجلي، بدك التجلي الإلهي، بدك تتهيأ بدوام الذكر. وانتبه أن لا يكون تجليك تجلي خيال أو تجلي إلهام أو تجلي إحسان، خلي يكون تجلي تجلي الذات. افنى عن ذكرك بالله وتجليات الحق. إذا كان أردنا أن نقسم التجليات، تجليات الحق على 3 أقسام. اسمعوا لأقرأ لكم آيات القرآن أولا. قال الله تعالى: والنهار إذا جلاها
وقال والنهار إذا تجلى، وقال تعالى فلما تجلى ربه للجبل، وقال تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو. أنو بدك تأخذ من هالأربعة؟ أربع تجليات الله ذكرهم في القرآن، والنهار إذا جلاها، والنهار إذا تجلى. فشو الفرق بين جلاها وبين تجلى؟ النهار هنا هو إن أنوار الله وإمداد الله. أنوار الله إذا أتت على النفس المظلمة جلتها، جلتها فظهرت، فظهرت حياتها الحقيقية بالله، ونسي ما كان عليه من الفناء. والنهار إذا تجلى، وزكان والنهار إذا جلاها، جلاها للنفس فظهرت أنوارها. والنهار إذا تجلى، إذا كان أنوار الله تجلت على قلبك وأنت في حالة الذكر أفنتك عن وجودك، هي قبل هي لازم تكون. والنهار إذا تجلى، إذا أفناك عن وجودك وصلت إلى الفتح الكبير. والنهار إذا تجلى، والليل، والنهار إذا تجلى. أما هذيك قال والنهار إذا جلاها، هو النهار وهو النهار. المقصود بالنهار النور الإلهي، نور الإلهي إذا تجلى عليك بنوره، فإما أن يجلي لك النفس فتعرف نفسك من هي بين يدي عظمة الله، وإما أن النهار تجلى عليك فأعطاك السكينة والأنسة والحضور مع الله. فإذا أنهيت التجلي الأول والتجلي الثاني، تجلى عليك التجلي الثالث، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة. هذا الفناء دكة، ما بقى في وجود، وخر موسى صعقة عندها. الله بدون إرادتك بتطلع منها صعق، لكن ما صعق آخ، صعق باسم الله. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة، الجبل اندك لكن موسى اندك. انتبهوا على هالسر، الجبل أصبح دكة لكن موسى من لذة الشهود صعق. ما هذا العطاء والجمال؟ الله، شو هذا؟ وخر موسى صعقة، الله أكبر. فإذا أدركت هذا التجلي، عندها يكشف لك الغطاء عن قول لا يجليها لوقتها إلا هو. هذه الساعة، ساعة الأنس، ساعة القرب، ساعة العطاء، بتشوفها هي منه. لا يجليها لوقتها إلا هو. في ساعة القيامة ما لنا مسؤولين عنها لهنا، أما ساعة التجلي عندما يحصل لك الجذب من نفسك إلى ربك، من هواك إلى حبك، من انشغالك إلى حضورك، عندها بتعرف شو هذا التجلي. لا يجليها لوقتها، الله، إلا هو. تجلي لوقتها، الساعة هي نازلة بالساعة، لكن أولياء أخذوا منها. لا يجليها لوقتها، تجلي لا ينزل لوقته إلا هو. فلا تظن أنك من الذكر بتحصل التجلي، ولا تظن أنك من التوجه بتحصل التجلي،
ولا تظن أنك بالخلوة بتحصل التجلي. التجلي هو، هو لا يجليها لوقتها إلا هو. إمتى وقتها؟ إمتى وقتها؟ وقتها عندما تصفو روحك بالله، عندما تصفو الروح فتشهد أن الله معها، عندها يأتيك التجلي. إذا تجلى عليك عندها في التجلي تفنى عن وجودك بربك، فصار إن نطقت فبالله، وإن نظرت فلله، وإن أعنت فبالله، وإن سعيت فبالله، فنيت عن وجودك بربك. بدك تروح تزور رفيقك بالله، لله. بدك تاكل لله، بالله. بدك تتغسل لله، بالله. فني عن وجودي ما بقى في له حق. لا يجليها لوقتها إلا هو. فهذا التجلي إذن رح نقسمه إلى ثلاث أقسام. الله يوفقكم يا ابني، يجعلكم أهل. الله يكرمكم بالذكر يا ابني، الله يكرمكم بالذكر. التجلي الأول قسم أظهرهم ليظهر كرمه وإحسانه. قسم أظهرهم، بينهم الله، بتشوفهم للخلق ليظهر كرمه وإحسانه، وهم أهل الطاعة والإحسان. أهل الطاعة وأهل الإحسان، يعني وأهل مقام الإحسان، الذين يعبدون الله كأنهم يرونه. الله بيظهر كرمه على إيدهم، بيصدر إحسانه على إيدهم. يلي أظهر الإحسان الله مو هنن يا ابني. والله سيدي منك، لا يا ابني منه، الشغل كله منه. أظهرهم حتى تتعلق فيهم، حتى تحبهم، وإذا تعلقت فيهم وحبيتهم انتفعت منهم. أظهرهم ليظهر كرمه وإحسانه. عم يصير مثلا على إيد الشيخ، عم يصير والله أشياء كتير غريبة. الفعال والله. أظهرهم ليظهر كرمه وإحسانه، وهم أهل الطاعة والإحسان. لما صاروا من أهل الإحسان أن يعبد الله كأنما يراه، فصار من أهل الإحسان. اثنين، قسم أظهرهم ليظهر فيهم حلمه. قسم أظهرهم ليظهر فيهم حلمه وكرمه، وهم أهل العصيان من أهل الإيمان. مؤمن لكن عاصي، عم يظهر فيه حلمه جل جلال الله وكرمه، ما عم يعاقبه، ما عم يأخذه، ما عم يحلم عليه. فقلت أخي أنت فلان عم يرتكب خطيئة والله عم يعطيه، الله عم ينفعه. طيب شو هي هذا التجلي؟ الله عز وجل أظهر عليه الحلم والكرم، عاملوا بالحلم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة جل جلال الله، ولكن يؤخرهم. فيتجلى على المؤمن المذنب الخطاء العاصي. ممكن مؤمن زنى، ممكن مؤمن ارتكب خطيئة، تجلى عليه بالحلم، بيعطيه المهلة لعله أن يتوب. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا زلة العالم وانتظروا فيئته. فيئته يعني رجوعه. عالم زل، أخطأ، لا تكشف خطأه، صبور، بكرة بيرجع، بكرة بيتوب. اتقوا زلة العالم وانتظروا فيئته، بكرة متى ما رجع فلا تكشف عيبه. الله عاصي، لكن الله يمهل ويحلم.
الإمهال للكفرة والحلم للمؤمنين، يحلم على أهل الإيمان العصاة ولكن يمهل الكافر، فإذا أخذه لا يفلته، أما المؤمن يحلم عليه ثم يعفو عنه. أخي الله ما أحلى القرآن، عم بفهم شيء من القرآن، هذا بالتفاسير ما موجود هذا. الله يحلم على أهل الإيمان، هذا تجلي الحلم، تجلي الحلم. الحلم بالنسبة لنا بنقول طولة البال وعدم الانتقام، حلم عليه وأخره يومين ثلاثة بيجي بيقول له بعتذر لا تأخذني، فبده يقبل عذره، فالله عز وجل يقبل عذر المعتذر. الشاب الذي عصى الله أطاع الله 20 سنة ثم عصاه 20 سنة ثم نظر بالمرآة فوجد أثر الشيء فبكى وقال يا رب أطعتك 20 سنة وعصيتك 20 سنة فإذا رجعت إليك أتقبلني؟ فسمع هاتفا يقول أحببتنا فأحببناك وعصيتنا فأمهلناك وإن عدت إلينا قبلناك قبلناك قبلناك. حلم جل جلال الله، هذا تجلي على أهل العصيان من المؤمنين. فإذا الله عز وجل حلم عليك فلا تغتر، حلم الله لا تغتر، احلم عليك مرة ومرتين وثلاثة وعشرة. في حديث قال أجل بالي صلى الله عليه وسلم أتى إليه شاب فقال يا رسول الله ما لي إذا عصيت الله؟ قال يحاسبك. قال فإن تبت؟ قال يغفر لك. قال فإن عدت إلى المعصية؟ قال يحاسبك. قال فإن تبت؟ قال يغفر لك. قال فإن عدت إلى المعصية ثالث مرة؟ قال يحاسبك. قال وإن تبت؟ قال يغفر لك. قال فإن عدت 4 مرات؟ قال يحاسبك. قال فإن تبت؟ قال يغفر الله لك. ويقول الله تعالى لملائكته انظروا إلى عبدي علم أنه ليس له إله يغفر الذنوب غيري قد غفرت له فليفعل ما شاء. الله أكبر، قد غفرت له فليفعل ما شاء. كل ما بتوب يغفر لك ترجع يعني. حلم إلهي، هذا الحلم، هذا حلم الله يا ابني. فلذلك إذا الله عز وجل حلم لا تغتر، فممكن هذا الحلم يوم الأيام ينقضي. فالحلم لأهل الإيمان والإمهال لأهل الكفر. إن الله يمهل أمهلهم، أمهلهم، لكن شو بعدين كانت العاقبة؟ أهلكهم. هي صاروا قسمين. قسم الثالث قسم أظهرهم ليظهر فيهم نقمته وغضبه. نسأل الله العفو والعافية. قسم أظهرهم ليظهر فيهم نقمته وغضبه وهم أهل الكفر والطغيان. طغى فرعون، طغى وبغى، فأظهر فيه نقمته، أغرقه هو ومن معه. النمرود طغى أظهر فيه نقمته، ناموسة دخلت من مناخيره إلى دماغه. قارون آذى سيدنا موسى أظهر الله فيه نقمته،
يا أرض خزيه، فخسفنا به وبداره الأرض. إذا أظهر الله عليك نوعا من هذا التجلي، التجلي الأول إذا أظهره عليك وأنت من أهل الطاعة والإحسان فازدد لله شكرا، وازدد بين يدي الله تذللا، وأظهر بين يدي الله افتقارا. كلما أعطاك من نعيم الفضل والكرم ازدد لله افتقارا وتذللا. وإن كنت من أهل المعصية وأظهر عليك تجلي الحلم فأكثر من التوبة والرجوع إلى الله والإنابة ليمحو الله عنك ذنوبك وخطاياك. أما إذا أظهر عليه النقمة، ونسأل الله العفو والعافية، لا ينجيه من ذلك إلا أن يدخل في الإيمان الصحيح. هلا لو واحد سأل كيفية التجلي، شلون بيحصل التجلي؟ عم نحكي عن التجلي، التجلي، شو هذا التجلي؟ كيف التجلي يكون؟ إذا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يتجلى على عبد باسم أو بصفة، كان أول فضل إلهي أن يفني العبد عن نفسه. لجيب لكم مثال، أما تكتبوه حتى تعرفوا. إذا أراد الدكتور أن يرفع سرطان نع الكبد، شو بيعمل أول شيء؟ بخدره، بعدين بشق بقيم السرطان. وإذا أراد الله أن يتجلى عليك كذلك، أفناك عن نفسك، خدرك، ثم رفع منك ظلمة النفس وسلبك من وجودك، ثم يتجلى عليك فضلا وجودا. بيصحى فيرى في حاله، يرى الأنس والقربة والحضور والشهود، الله أكبر، أفناك ثم أعطاك. هي في كثير ما بيعرفوا شو معنى أفنى وما أفنى، غير ذاكر ما بيعرفها. الحمد لله، عرفتوا شلون؟ معنى ذلك أن التجلي لا يكون لك وأنت في صحوك، يعني يصل له التجلي في حالة الصحو، هذا ما تجلي، هذا تخيل. التجلي لا يكون إلا في وقت غيبتك عن نفسك، هذا التجلي، فيفنيك عن نفسك ثم يسلب منك وجودك، فما بقى فيه لك وجود، صار الله وحده يتجلى عليك فضلا وجودا. الله أكبر. ممكن واحد ممكن يعني يصير معه تجلي في المنام، بالمنام. إذا حصل لك التجلي في المنام، تجلي المنام أربعة: الماء واللبن والخمر والعسل. هذا تجلي المنام. فإذا رأيت نفسك أنك تشرب الماء بالمنام، عم يشرب مي، فقد أعطاك العلم اللدني، هذا فتح عليك باب العلم اللدني بقوله تعالى: وعلمناه من لدنا علما. أما إذا رأى نفسه يشرب اللبن، حليب أو لبن، فالله قد تجلى عليك بعلم الشريعة وعلم الحقيقة، فتح عليك باب العلوم
الشرعية والحقيقية. أما إذا رأيت نفسك تشرب خمرا وانت ذاكر، يعني ذاكر شاف حاله عم يشرب خمر، فالله عز وجل أعطاك العلم بالكمال، تأخذ علم الكمال، عم يشرب هذا خمر. نعم، الخمر مشان اللذة، فترى لذة العلوم كلها في وجودك. وإذا رأيت نفسك تشرب العسل، فيأتيك العلم من طريق الوحي، من طريق وحي الإلهام، يأتيك العلم من طريق وحي الإلهام. هذا يلي الله عز وجل بكرمه، ممكن أن يكون التجلي هذا في المنام وانت نايم، نايم على ذكر، ذكر الله ساعة زمان حط راسه نام، فممكن تشوف حالك بالمنام عم تطير، ممكن تشوف حالك بالمنام عم تشرب عسل. فكل شراب من هؤلاء الأربعة له حال. إنسان حصل معه أحد هذه الأمور الأربعة، شاف حاله عم يشرب ماء أو خمر أو لبن أو عسل، شاف حاله، هذا الإنسان رب العزة بيكرمه بالتجلي، التجلي اللي بيطلع منه سمر، سمر هذا التجلي بيحصل له عطش. عطش منين؟ ما عطش المي، صار له عطش نحو وصول الكمال، بده يبلغ، بده يتعلم، بده. فلذلك قيل طالب العلم كشارب ماء البحر، طالب العلم كشارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. هذا إذا كان إنسان الله عز وجل أكرمه. هل للتجلي أنواع؟ سؤال، هل للتجلي أنواع؟ لنجيب نحن مثال قبل ما نحكي. أنا عندي بالغرفة أربع أواني من إزاز، واحدة صفراء، واحدة حمراء، واحدة خضراء، واحدة بيضاء، وطلعت الشمس عليهم، شو بيظهر؟ تظهر الأنوار ملونة مختلفة، كل لون على حسب الإناء اللي قدامه ظهرت الألوان. هكذا التجلي، التجلي يظهر على حسب تلون قلبك، فإن كان قلبك تلون بالحب فيأتي تجلي الحب، وهو تجلي صفاء أسود، أسود زي بعد يذكر أتمي أتمي ما له شايف شيء، ظلام. هذا تجلي الذاكر المحب، تجلي الحب بيجيك أسود، تجلي الأنس بالله أخضر، تجلي العطاء أبيض. كل تجلي له لون يتميز عن الألوان، عن الألوان الأخرى، فينعكس في لون أحمر ولون أصفر، فالنور واحد، الشمس واحدة، لكن تجلت على حسب الآنية الموجودة. وهكذا نور الله في قلب الذاكر واحد،
ولكن على حسب بقى استعدادك. في حب سألوا بعض العارفين بالله قالوا له سيدي نور العارف بالله شو لونه؟ قالوا يا ابني أسود. عارف بالله؟ نعم لون نوره أسود. ونور الثالث مبتدئ أبيض. معقول؟ نعم يا ابني. نور السالك أبيض ليجذبه إلى الحضرة حتى يزيد قرب، ونور العارف أسود لئلا يلتفت إلى نفسه لتم يبقى مع الله. حال إلهي هذا الشيء. نور العارف حتى لا يلتفت إلى أن هذا من جهده أو فتحه ليعلم أنه من الله. حال خاص هذا سبحان الله. وكل ما زاد الظلم أكثر كل ما بيكون أقرب. لما نبينا عليه الصلاة والسلام عرج مع سيدنا جبريل، لما فارقه سيدنا جبريل وانطلق النبي أين انغمس؟ غمس في بحر ظلمات، في بحر ظلمات انغمس، ما بتعرف لذة النور ليسبق الظلمة. نحن قاعدين لما ما نعرفني انت الضوء، لكن لما بينطفي الضوء نعرف قيمته. فظلمة ثم خرج الى الانس والقرب والمشاهده صلى الله عليه وسلم. ففي كل مقام له انوار يا ابن. بيجي واحد بيقول والله انا شفت النور كذا وشفت النور كذا وشفت، جاي مخربط ومفكر حاله انه فهمه. ما بشوف الواحد نورين سوا، أن النور مقام يعني، ما بيجي حالين سوا، حالين سوا من واحد واحد، جايب النور الأصفر والنور الأحمر والنور الأخضر وشايف الأنوار شايف الروح. أنت واحد مطموس على بصيرتك وما لك حاسس بشيء، متخيل تخيل. فإذا التجلي يحتاج إلى نور، إلى ذكر. اذكروا الله، اذكروا الله. في منكم لهلا لسه ما قعد يذكر الله. ادي صلي عم بحكي لكم عن ذكر. يا اما ما بتحب الشيخ او ما بتحب الله. لو احببت الشيخ سمعت كلامه، لو احببت الله لذكرت اسمه. فلا بتحب الشيخ ولا بتحب الله. عم ندلكم على طريق يا ابني، هذا الطريق بعد فضل الله. اسألوا العالم إذا في منه هالدرس أو في من هالبحث، خذوا اللي بدكم إياه بعد فضل الله، بعد جود الله وكرم الله. هذا أحسن، الله تفضل علي بذلك. يا أما ما بتحب الشيخ يا أما ما بتحب الله. اذكر اذكر شو في عليك بعد صلاة الصبح، عود مشيك مسبحتك اذكر الله قبل ما تنام اذكر الله. لكن غايب غايب بهواك وشهواتك ودنياك عن ذكرك. فهذا المجلس يا ابني ما بينتفع فيه الا الذاكر. فاسال الله انه الله يجعلنا ويا ابني واياكم من اهل ذكر الله. اكثروا من ذكر الله، اكثروا من ذكر الله. لا يكون ذكر الله عز وجل رفع عتب. اذكروا الله ذكر العاشق، ذكر عاشق لله، ذكر محب لله. عود ساعة ساعتين عود اذكر الله. لما بتذوق تقول الله يجزيهم الخير، والله ما كنا عرفانين هالشيء هذا. لما الله يتولى بجلاله وهيبته على القلب تعرف شو معنات الذكر. لما بتولى أمرك، بتولى شؤونك، بتولى قلبك، بتولى حبك، الله أكبر. الله ولي الذين آمنوا، وأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم.
الله يتولاكم بعنايته ويوفقنا وإياكم لذكر الله ويجعلنا من أهل الصدق والمحبة لوجه الله تعالى. الله يفتح علينا وعليكم ويغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين.